بالنسبة لجمل ظهر في حضرموت وفي الجزيرة العربية من زمن بعيد جدا ليس بحديث، لا نستطيع نحن تحديد الوقت اللي دخل فيه الجمل، ولكن وجود بعض الرسومات الأثرية اللي وجدوها أصحاب الأبحاث وأصحاب التاريخ أو الكتب القديمة جدا عندنا بتريم هنا في مكتبة الأحقاف، توجد ذخيرة كبيرة جدا تذكر ارتباط الإنسان الحضرمي بالجمل هذا من عصور قديمة جدا 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 لا نستطيع نحن ذكرها، ولكن أصحاب الآثار يقومون بتحديد هذه الوقت والإفادة فيه بشكل أكبر. يعني جمال موجودة عندنا في وادي حضرموت هنا، جمال عربية أصيلة اللي هي متواجدة توارثوها الأبناء عن الآباء والأجداد، ثم دخلت بعض الفصائل اللي هي المستوردة زي من دول أفريقيا والسودان، وهذا طبعا هذه جاءت إلى عندنا الفصائل أو دخلت إلى عندنا الأنواع هذه لغرض أنه الإنتاج المحلي في البلاد ما كفى، ما غطى السوق المحلية سواء كانت للحوم أو للتربية، فقاموا باستيراد بعض الأنواع الأخرى من الخارج حتى تغطي السوق المحلية، منها اللي يسمونها الصومالي، هذا طبعا تدخل عندنا كلها ذكور لغرض اللحم. يبقى نصانا نستورده من الصومال ونشتريه ونجيبه لهنا للتسمين. ماشي أناثي لا يبون إلا ذكور بس، الأناثي ما يبون شيء أبدا ولا أنثى يبون، يبون إلا من القعدان هذه حق نجيبهن ونبيعهن على أصحاب المزارع، أصحاب المزارع يبيعونهن على أصحاب العرسات وعلى هكذا. الفصائل عندنا عوارق، فصائل، عبضات، شهبات، حمر، كلهم ذي المويدات عندنا. توجد فصيلة الشقح، توجد فصيلة المجاهيم والمغاتير، طبعا هذه مستوردة مش متأصلة، عندنا فصيلة واحدة مشابهة لها اللي هي العوابض، تأتي سودة حجمها كبير رأسها مميز، فيها من الميزات المختلفة عن العربيات الأصائل سواء كان من الحجم أو من اللون. لا لا هنا يقرب هنا في المحل ذا ويقومون فوق يقدر أبو سيد نمتها ها ولا بتوه محل نعرفه. شوف الخسيس الثاني فصيلة الباطنية ذي منعزل الفصائل عندنا، يعني هنا في حضرموت مفتخرين بها، يقول لك الباطنية يعني دي متربية هنا من نفس المنطقة، يعني دي يسمونه الباطنيات، يعني فصيلتهن قدهن كل حن نفتخر بهذه. والله ربنا ابل عربي كله أصايل من الباطنة هنا ومن المنطقة يعني، والباطنيات هذه مميزات في الوادي حضرموت كامل، من أمات الراك يكون الراك يكون حمضة
أما ركاب المنقولات هذه ما يأكل من الأشياء. قال في الويه نحن نسمي هذه اللي نقوبها على هنا اللي في الرقبه نسميها خوره. يعني فرق الخطام دي نسميها خوره نحن ذي اللي هنا. واللي يعبر على خشمه نسميه قذال. نقذله. ما طبعا حسب الغرض يحدد نوع الاداه او الشد اللي بينطرح على الجمل. اذا كان صاحب الجمل هذا يستخدم الجمل لنقل البضائع يحط عليه الكتب، كتب خشبه تجي صغيره طبعا لحمايه ظهر الجمل من حصول الاذى بسبب وجود الثقل على ظهره، وايضا لربط المتاع هذا ووجود الحبال والاوثقه اللي يحطونها، تجي زي الأعواد طويلة هكذا يسمونها اللواة تكون مطروحة، بعدها يحط الحمول على ظهرها. طبعا هذا الزمن نحن ما حضرناه، ولكن وجدناه هكذا وآبائنا من اشتغلوا في هذا الشيء وصفوا لنا هذه الأشياء حسب الحاجة. الإنسان اللي بيعمل عليه الحراثة بيحط العمالة على الجمل، بيحط الكتب هذا وبيحط وراه الحلي. الحلي خشبة أداة لشق الأرض. نوع ثاني لا، يستخدمون مثلا العربة، القاري اللي ما هو مثل ما هو معروف عاد ولا زال موجود في عدن. طبعا هذا الشيء أنا أذكره هنا عندنا موجود القاري واستخداماته، يحطون العربة والقاري هذا فوق ظهره وينقلون عليه البضائع. هذا اللي هو قاعد كذا نعبر كذا نسميه عقال، ذا العلب نعبر الحبل عليه كذا وهو ذا نسميه عقال، نخليه يقوم على ثلاث او نخليه يقوم يكربي على اركابه ذا نسميه عقال. واما اللي تحت هذا نسميه قيد، نقيدها كذا قدام لو مثلا قالت رحمه الله معدي تحص، لو شرد معدي يبعد يتم يخور نسميه قيدها. طبعا الجمل من أصعب وأسهل الحيوانات، تكاد تكون الكلمتين متضادة، ولكن شديد في بداية تعليمه وإذا تدرب يصير جدا ذلول. الحيوان هذا إذا دربته أنت من البداية يصير مطاع، يبقى يعني بانتظار صاحبه سواء لتغذيته أو لنقله أو للعمل أو لأي كان. الإبل يعني ربك لقاهم فيهن السمع والبصر عندهن وعندهن العنف، وربك ذللهن
فيهن لي عض وفيهن لي والفك وفيهن لي النوق ذي قد هالنوق والركاب ذي اللي هن هياين يهيين في السنة يهدرن في الربيع وفي ذا حل هياين بان انتباه عرفت لأن الهياي حقهن خلاص ما عاد يعرفن ذا ولا ذا وأنا لا مناخ بان نوقي وينوخن وبان هياي فيهن الأكل بديل ما تأكل ألف تأكل بمئة اليمل للهياي حق الربيع أكثرهن في البرد يهيين وبان انتباه في لي حظهن وفي لي عضك وفي لي ورغبة ايه بتعلم بس اهم شيء بالعلم بدايتها كل شيء يقولك صعبه اول قضاء اسبوعي صاروعه وبعد اسبوعي يفهم لازم كل اي بعير توك هاتوا علم عليك الا بس كل شيء له شيء تلحق بعير لقد معلم توي تي علمته وفي بعضه يتلحقوا شرود لا يعرف رصان لا يعرف الحبال ذي من يوم خلقه هو مفكوك في وادي في يول ويبونهن يعلمونهن بس علمه المفكوك ذا اللي هو ربي ما متسك ابدا صعبة ما هو كمان له متربي بين خالق وبين الناس يعني في ديرة كده مطلقه من الغرف يتبعك بالسيكل انت قد هو قدامك وهو وانت وراه لمان الرصان خلاص ولف زي ما العاد جمال ما يسير لمان المسلخ هناك نسير وعبق نطلقه من المسلخ هي للرصان عاد يروح يهدي راحله ولا يروح لذا هو يا آدم هو يا آدم كلمات ذي اللي يتواصل مع اليمال والماشية حقه عن تربيته اللي يربيها فيها لقد بها تيلس يسمىها أخ يقولها أخ تقعد قاعدة وفي بعض يقولون حق العايكم العدنية ذي نقولهن حق يلسن كلمة حق معناتها يلس واخ معناتها يلس كلها واحدة إلا بعض يربونها على علمه أخ وبعض يربونها على علمه حق ذي بين التواصل بين اليمال وماشيته يعني مع ماشيته يا هو يا مع إنسان يعني الماشي تفهم كلماته من إنه رباها وعملها على الذي من يوم يعطيها الكلمة ذي حتى لو مثلا أجد شيء غلط يعطيها كلمة حق الغضب تفهمها أما بيعطيها لقمة يعطيها صوت اللي رباها عليه تجيله عند التربية اللي رباها عليها ما لها تجيله بالصوت تفهمه ندعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود فضاء حر على شاشة بلقيس
التزيين هذا طبعا ياتي لغرض الاستعراض. هناك في تفاخر في تزيين الجمال، وهناك في تنافس ايضا اقتناء المواد الاجمل والافضل، مثل الشرخ لما يكون مزين هكذا مرصع ببعض الاشياء المزينه له يكون يعطي مظهر افضل للمالك وللجمل نفسه. يتم تزيين الجمال بأشياء مثل الحنة، يعملون نقش هكذا بالحنة، أو بعض العبارات التي يتم فيها مدح أو ذم لغيره أو هجاء، يتم وضع بعض الأبيات الشعرية أو بعض الحكم أو بعض الرموز، مثلا يرسم نجمة في جمله أو يرسم هكذا زي الرمح، رمز معين بأن الجمال هذا هو هدف موجود عند المالك يضعه على جمله لإبلاغ الغير بأنه هذا الرمز له حاجة معينة. والله أنا أطعمهم بنفسي وعندي شغال والعيال حقي عندي فوق، وأكثر وقت العصريات نجلس عندهم والصباح قدام مسرح العمل يعني. اول اللقمه تنفع يوم تقيلها عصب القصب ذيك الساعه، اليوم على ذيك الايام شيابات الحداله يوم يروحون يخدمون ما يخلون ركابهم بدون تلقوم ابدا، لازم كل يوم يروحون يلقمونها بسبب انها تنفع اللقمه تقاوم ترزعه بدين اللي قاضاك ما يظل يقمقم تشبعه تفيده اللقمه، يعني اللقمه لليوم تلقمه زين يعني خصوصي قاض مع القصب ذيك الساعه ترزعه. وايضا هي عباره عن هوايه، يستمتع صاحب الجمل لما يكون جالس جنب الجمل حقه ويعطيه الغذاء هذا. طبعا في خلال الجلسه هذه يكون يكتشف ظهور اي حاجه في الجمل، لكن في ذيك اللحظه هو يجلس يغذيه من جزء قدر تغذيه للجمل، والجزء الاخر اللي هو الاستطلاع على ملامح الجمل وصحه الجمل وقوه الجمل، هل هو الجمل هذا الان محتاج عاده تغذيه زياده، او الجمل هذا والله عينه فيها اصابه، الجمل هذا اذا ما اكل الاكل يقدر يعرف صاحبه انه مريض. اذا كان كل يوم يعطيله مثلا حزمه غذاء قدرها يعني قضب حمله، امس اليوم مثلا اكل نصفها، يعرف ان الجمل هذا الان ما فيه مرض او فيه شيء، فيقدر يتدارك جماله في وقت قليل جدا.
الأمراض اللي قضاء تصيبهن السرر، تصيبهن البخبيخ، يصيبهن العضيدة، تصيبهن الطير، الذيبة، بس الذيبة ما هي متيلهن. يهن مرض في بطونهن وشي نكويه. نحل أمس كوانا واحدة هنا عندنا نكوية من تحت بطنه، شي من الطبيب وشي علينا العلاج، وإن راد ربك العفاء يتعاف. العضيدة دي تهكع تيجي زي الفترة في الليد، نقلها كي كذا وثلاثة وشط كذا العضيدة دي، والخلف نقلها ساقف واقف على المفصل فوق هنا كذا الشاطئ الخلفة، والطير الطير دي كمان القالص عنده مغص كمان مغص، تقله كيتين بين الصر، واحدة قدام الصر واحدة مؤخرة الصر دي الطير. طبعاً الجمل يخلق زيه زي أي مخلوق، سبحان الله بعد فترة حمل سنة يخلق هذا الحاشي اللي يسمونه حاشي أو حوار، يكون جنب أمه ما يفارق أمه، أيضاً يعيش من فترة في المتوسط يعني 20-25 سنة، لا تزيد تكاد تكون عن 25 سنة، ولكن سجل في جمل عمره إلى الآن 36 سنة وعايش إلى اليوم. هذا الجمال يكاد يكون يعني مميز، سبحان الله ربي أعطاه عمر طويل، وإلا الجمال أعمارها هكذا عندنا هنا نحن 15-20 إلى 25 سنة.